بين مرحب بزيارة القرضاوي إلى تونس وبين رافض لها، حل اليوم رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس في زيارة هي الأولى له بعد ثورة 14 من جانفي. ووسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية كبيرة، نزل القرضاوي بمطار تونس قرطاج الدولي، أين استقبله رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، وكان هذا تصريح الرجلين: كنت حريصا على أن تتحرر تونس العزيزة، هذا البلد الذي أحببناه، تونس الخضراء، تونس المحببة. هذا يوم عظيم من أيام ثورة تونس التي كان لشيخنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كان له الدور العظيم في خدمة هذه الثورة وفي التبشير بها. وبعيدا عن التجاذبات التي أثارتها زيارة القرضاوي ومن قبلها زيارة الداعية المصري وجد غنيم، ظل سبب هذه الزيارة والهدف منها غير معلن إلى حد الآن. أما